لا يخفى على أي حد إطلاقا وبأي صورة وبأي شكل أن مصر لا تبتغي سوى الصالح الليبي، وطن واحد، حكم وطني على كامل أراضي يكفل كافة الحقوق وعلى الكل كافة الواجبات للشعب الليبي. مصر عايزة حاجة تاني؟ مش عايزة حاجة أكتر من كده. بالنسبة لنا 114. يصدر البيان الليبي المشترك ما بين حفتر، عقيلة صالح والمنفي، ويبقى في تأكيدات على أنه هيلتزم مجلس النواب بأنه يتخذ كافة الإجراءات الانتخابية المتعلقة بالعملية الانتخابية طبقا ل6+6. طيب، لكن في جملة أنا محتاج أفهمها حبتين، وهنا خلوني أخذ معانا على التليفون بكل الترحيب دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك يا دكتور. يوسف، أهلا سيادة النائب. ازيك يا دكتور، عامل إيه؟ الله يخليك ويبارك لحضرتك. مصر بالتأكيد رحبت بالبيان المشترك، لكن أنا كنت بقول إنه في جملة أنا بس محتاج أفهمها ومحدش هيعرف يفهمها لي غير دكتور طارق. اتفضل. إنه الأطراف الثلاثة، سواء إذا كان محمد المنفي، عقيلة صالح، خليفة حفتر، مع حفظ اللقب للجميع، إن هم تعهدوا بل وأكدوا عدم المشاركة، أنا بقراها بالنص أهو، عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره. يعني إيه الجملة دي؟ يعني بالتأكيد حضرتك رفض للمسار الذي يتحرك فيه الآن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لأنه المبعوث الأممي بيتحرك في مسارات متعددة لتشكيل كيان من القوى المدنية وبعض التيارات الداخلية، وهو ما يعني لا يحظى بقبول حتى هذه اللحظة. الكلمة الأولى في البيان بتأكد على المرجعية الوطنية لأي مسار سياسي سيادة النائب. هذا معناه أن الثلاث أطراف المعادلة، رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة الليبية، اتفقوا الثلاث على أنه المرجعية وطنية وأنه يتم المسار السياسي في ظل حوار وطني ليبي. وبالتالي هنا التأكيد على الثوابت الرئيسة الحاكمة لحل وتحليل الصراع في ليبيا. ليه؟ لأن حضرتك كما تعلم هناك القوانين الانتخابية اللي هي مفترض أنها تصدر، ودي بتعمل عليها لجنة 6+6 بالتشارك بين الطرفين. وبالتالي أنا في تقديري أنه دعوة رئيس المجلس الرئاسي الاجتماع بيضم رئاسة مجلس النواب والدولة، هو الهدف منه استكمال المسار السياسي الوطني، بمعنى انه يبقى في تعجيل حضرتك سياده النائب بانجاز القوانين الانتخابيه. هذا معناه انه يبقى في اليه وطنيه ودعم كامل للمسار السياسي. بيان مصر حمل التاكيد على ثوابت الوضع في ليبيا في هذا التوقيت والدعم الكامل لمؤسسات الدوله الليبيه، لانه طبعا الان تتداخل كثير من المقاربات الإقليمية والدولية بما قد يضر بالمسار الوطني أو مسار الأطراف الثلاث الرئيسة. أنا أعتقد أن دعوة مصر في البيان مهمة جدا، لأن هناك دعوة لكل الأطراف الدولية لمساندة هذه الجهود، وبالتالي في دعم من أكبر دولة عربية بدعم الحل الليبي الليبي. هذا معناه رفض أي مسارات خارجية ودولية قد يكون هناك تركيب بطبيعة الحال زي ما أشرت لحضرتك من المبعوث الأممي، وطبعا عبد الله باتيلي بيتحرك في يعني في مساحات كبيرة طوال الفترة الماضية، لكن من الواضح أنه هناك عدم قبول لما يطرحه، لأنه الدعوة مباشرة عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي، يعني لن يفرض حل أو خيار على الجانب الليبي بكل مكوناته. بالتالي في تأكيد على هذا الأمر، واعتقد طبعا الرسالة مباشرة من الأطراف الثلاث في هذا التوقيت، لأنه باتيلي، وخليني أوضح النقطة اللي حضرتك أشرت فيها، أنه باتيلي عرض مبادرة كانت في 27 فبراير الماضي، ودعا فيها إلى تشكيل فريق من البعض الشخصيات عشان يتم إجراء الانتخابات خلال هذا العام. هم طبعا الاتفاق العاجل أنه الأطراف الثلاثة اتفقت على التعجيل بإنجاز العملية السياسية. طبعا لدينا طبعا طموح أنه يكون ده في نهاية العام على سبيل المثال طبعا، ويبقى في
تواصل الاجتماعات مجلس النواب والدولة للتشاور طبعا لاستكمال المسار السياسي. التعجيل بإنجاز القوانين الانتخابية سيادة النائب ده أمر مهم، يعني لابد إنه ده يتم في توقيت عاجل عشان نحسم بقى الصراع على السلطة بين الحكومة اللي كان عينها مجلس النواب السنة اللي فاتت وحكومة الوحدة الوطنية اللي طبعا كان ليها شرط مهم قوي إنه بيرفضوا التسليم السلطة إلا لحكومة طبعا تكلف من قبل البرلمان. في كل الأحوال هناك تطورات مفصلية في الشأن الليبي، مصر داعمة لكل ما يجري، ومصر بتؤكد على دعم مؤسسات الدولة الليبية، وأن كل الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تمضي بصورة فيها نوع من التزامن. طبعا هذا الأمر حينما يخرج من القاهرة هذا أمر طبيعي، القاهرة شاركت في إجراء حوارات وطنية متعددة واستقبلت كثير من الوفود طوال الفترة الماضية ونجحت في تهيئة الأجواء بصورة كبيرة، وأنا أعتقد أنه الموقف المصري هيكون محدد لبصلة ما سوف يتم في المسار السياسي سيادة النائب، لأنه هذا المسار هو المسار الليبي الليبي، بمعنى أنه ألا يتم توسيع أي نطاقات لأطراف أخرى تعوق ما يجري، لأنه كما تعلم حضرتك الأسبوع الماضي كانت شهدت طرابلس مواجهات مسلحة وطبعا ما بين طرفين، ودخل على الخط حكومة الوحدة الوطنية والعناصر الممثلة المجلس الرئاسي، وكان في طبعا مجموعة من القتلى، فاحنا بنتكلم على التعجيل بالمسار السياسي منعا لمزيد من الصدامات بين طرفي المعادلة في هذا التوقيت. طب دكتور طارق، قبل ما هروح على رؤيتك للمسار والمسار الحالي يعني، لكن رؤيتك المستقبلية ليه بمعنى أدق، هل الأطراف الدولية غير الإقليمية بالأدق الأطراف الأوروبية مستعدة لدعم ذات المسار، ولا إنه من الممكن وضع بعض العراقيل؟ بالتأكيد طبعا سؤال حضرتك مهم جدا سيادة النائب، لأنه في تجاذب في تباين أستاذ يوسف فيما يجري بشأن التعامل مع الحالة الليبية، هناك تباين كبير بين الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي وأيضا الموقف الروسي بطبيعة الحال، لكن طبعا المسار الرئيسي في هذا هو المسار دول الجوار، يعني أنت لديك مصر ولديك الجزائر وإحنا وجامعة الدول العربية وفي تحركات مسؤولة، والأهم في تقديري هو تحرك القوى الوطنية الليبية، لأنه هي الأطراف الحاكمة لإدارة المشهد بصرف النظر عن دور الأطراف الإقليمية الأخرى زي الدور التركي على سبيل المثال أو الدور الفرنسي أو الدور الإيطالي. هذه أطراف لها حساباتها ولها تقديراتها، لكن اليوم هذه خطوة غير مسبوقة طبعا في تاريخ ما جرى في حالة الحالة الليبية، أنه الثلاث أطراف بتتفق على خطوة منفردة، وبالتالي بننقل الإجراءات حضرتك والأطروحات إلى مسار سياسي، هذا معناه أنه في خطوة إيجابية يجب دعمها. طبعا البوصلة تتجه إلى الداخل الليبي أو الحل الليبي كما نحدده كدول عربية ومصر تحديدا، أنه المسار هو مسار ليبي ليبي. الضغوطات التي يتعرض لها عبد الله بتيلي المبعوث الأممي، وحضرتك تعلم كان في مبعوثين من قبل وسابق أن هم فشلوا في إدارة مهامهم، لأنه فرض حل من خارج الإطار الليبي أو من خارج ليبيا لن يحظى بقبول من أي طرف. هذه طبعا معادلة صعبة جدا، لكن في النهاية إذا مضى المسار السياسي ومضت جهود الأمم المتحدة أنا أعتقد سيكون هناك موقف داعم خصوصا من الأطراف الإقليمية المؤثرة زي الجانب المصري زي الجانب الجزائري طبعا، لكن القوى الدولية والقوى الإقليمية هناك تباين في الرؤى في التصورات في المقاربات، لكن إذا توافقت الأطراف الثلاث الرئيسة سيادة النائب أنا أعتقد أنه هيحدث يعني تحرك إيجابي في المسار السياسي في هذا الوقت. إذن هنا إذا توفرت الإرادة الكاملة طبقا للمسار الليبي الليبي زي ما حضرتك قلت، يرى دكتور طارق فهمي برؤية مستقبلية أنه سوف نسير في الإجراءات بشكل سلس، يعني مجلس النواب هيقدر يفعل تنفيذ حقيقي لإجراءات لجنة 6+6، ولا أنه في 24 قد تحدث بعض العرقلة؟ أنا في تقديري أن لجنة 6+6 أنجزت كثير من النقاط خصوصا في القوانين الانتخابية حضرتك اللي هي متعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب وشيوخ المقبلين. في طبعا كان ردود فعل وفي برضو بعض التحفظات على بعض صياغة البنود
لكن في النهاية اللجنة لديها قرارها، واللجنة أنا أعتقد قوية، يعني الأعضاء الممثلين فيها من مجلس النواب والأعلى للدولة مهمة جدا، أنه القوانين هتبقى نافذة ونهائية، يعني مش هيبقى فيها تحفظات، مش هيبقى فيها تحفظات في هذا الإطار. رئيس بعثة الأمم المتحدة المبعوث عبد الله باتيل إذا توافق في هذا ومضى في هذا المسار، أنا أعتقد سيكون هناك تحرك في مسار الأزمة. طبعا الدعم المصري دعم مهم للغاية، ودعم يؤكد حضور أكبر دولة عربية في تفاصيل الملف الليبي، وزي ما قلت لحضرتك مصر ليها مصداقية كبيرة في التحرك عربيا وإقليميا. صحيح. بما يخدم هذا المسار، وأنا في تقديري أنه في ارتياح ل يعني ما يجري في الداخل الليبي، لأنه البديل حالة فوضى. يعني خلينا نكون واقعيين، بنتكلم حضرتك على ما جرى في مواجهات الأسبوع الماضي ومواجهات دامية. نعم. ومواجهات لا تتحملها الساحة الليبية. مصر داعمة لكل الخيارات طبعا، زي ما قلت لحضرتك التركيز الرئيسي على إعادة مؤسسات الدولة الليبية، التركيز طبعا على دعم الحل الليبي الليبي. وفي نقطة مهمة جدا بين مصر ركز عليها في آخر باراجراف أو تكت في النص، أنه دعوة كل الأطراف الدولية لمساندة الداخل الليبي. يعني هناك دعوة مصرية في البيان يؤكد على ضرورة أن يكون هناك توافق من كل الأطراف الدولية، وعدم طبعا الدخول في أي مناكفات أو تجاذبات تضر بهذا المسار الليبي الليبي. طب تعتقد دكتور طارق، يمكن أخيرا وليس آخرا، يعني أنه مصر تستطيع أنها يعني تخلق توازن ما بين الخيارات الليبية وما بين بعض القوى الإقليمية المؤثرة أو الكبيرة، يعني بشكل أنه ممكن نعتبرها أنه عدم التدخل أو الحيلولة دون التدخل بالإقناع السياسي مما لا شك فيه، أو بخطوط حمراء جديدة يمكن في بعض الأحوال؟ يعني خلينا نكون واقعيين سيادة النائب، أنه مصر حينما تضع نقاطها الرئيسة في هذا الإطار، وأذكر حضرتك موضوع خطة سيرة الجفرة والتطورات اللي حصلت والتدخلات الإقليمية ودخول القوات الأجنبية والمرتزقة، بقى الموقف المصري مصداقية مهمة. صحيح. لأنه كانت رسالة مهمة أنه المصريين حينما يتدخلون يستطيعون بما لهم من مصداقية كبيرة. صحيح. ولا تنسى حضرتك سيادة النائب أنه في ترحيب بالدور المصري، يعني هناك ترحيب بالدور المصري من طرفي المعادلة، وكما أشرت القاهرة استقبلت وفود ليبية متعددة في هذا الإطار، وهناك إرادة تشكل داخليا نستطيع أن نبني عليها. أنا أعتقد أنه مصر تستطيع أن تضع نقاطا فوق الحروف إذا مضى المسار الليبي الليبي، وهي رسالة للأطراف الدولية كما جاء في بيان الخارجية، لابد أن نؤكد على أنه هناك تصميم على إنجاح هذا المسار، ومصر لديها الإمكانيات والخبرات والقدرات للتحرك في اتجاهات متعددة بما يخدم طبعا المسار الليبي الليبي في هذا التوقيت. مما لا شك فيه. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر لدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية.